السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الفترة دي يا جماعة كلنا نخلي بالنا كويس جدا جدا، عشان خاطر الأيام ديت في لخبطة في الأسعار والخامات، المراتب بتغلى بشكل يومي، يوميا بيحصل زيادة في أسعار الخامات. ففي ناس كتير جدا بقى اللي هم ما عندهمش ضمير وكده بيشتغلوا في المراتب المضروبة، يعني ممكن يجيب لك مرتبة ينسن ويعمل لك عليها خصم عالي يكون هي مضروبة، ومراتب ينسن اللي هي كاتراكت ألماني الكلام ده كله. فكلنا نخلي بالنا قوي في الفترة دي بالذات، عشان الفترة دي في لخبطة كتير جدا في الأسعار وفي أسعار الخامات وكده، والأسعار يوميا بيحصل فيها زيادة، تمام؟ فمعظم الناس دلوقتي عشان خاطر يمشي أموره او يعمل خصومات للزبائن، ان هو بقى يخفف، يعني هو بيبقى في دماغه ان هو كده بيخفف على الناس، ما يعرفش ان ده كده اصلا حرام جدا ان انت تغش الناس او تدهم شغل مضروب على اساس ان هو شغل الشركه. فنخلي بالنا قوي في الفتره دي بالذات، لازم تتاكد كويس اكتر من قبل كده ان انت بتتعامل مع وكيل للشركه او الشركه نفسها اللي تبعتك لحد، او تاخد مرتب من الشركه نفسها، عشان خاطر ما تدفعش فلوس 3 4000 ولا 2000 حتى، وتلاقي نفسك بتدفعهم في مراتب مضروبه، تيجي يحصل فيها مشكله بعد سنه تيجي تدور على ضمان ما تلاقيش ضمان. فالاهم ان انا اخد منتج يكون منتج اصلي، ما اجيش اخد منتج واجي اتفاجئ بعدها ان هو مضروب. الفتره دي بالذات عشان خاطر كلنا عارفين، حضراتكم كلكم عارفين ان في اسعار الدولار يوميا بيحصل فيها زياده، والخامات نفسها اللي هو الخامه نفسها بتاع المراتب بعيده عن الدولار يوميا بيجي عليها زياده في اسعار الاسفنج واسعار القماش واسعار معظم القامات اللي احنا شغالين بيها، بيجي يوميا عليها زياده. فنخلي بالنا قوي من النقطه ديت. وانا يا جماعه والله ببقى مبسوط جدا جدا لما انا اساعد حد، حتى لو مش هيشتري من عندي، هيشتري من اي مكان، بس اوجهه للمكان اللي هو المضمون الثقه. ان اهم حاجه عندي ان انت تشتري مرتبه الشركه، ان انت تشتري مرتبه محدش يضحك عليك. فانا ما بش بتاخر عن اي حد، اي حد بسيب رقمي، اي حد عايز يشتري اي مرتبه يتواصل معايا، ورقمي ببقى سايبه على الفيديوهات، عشان خاطر برده لو انت عايز تسأل على اي مرتبة او اي حاجة تواصل معانا، او تتصل بالخط الساخن بتاع الشركة. المهم في الاخر ان انت تشتري المنتج الاصلي المضمون، عشان خاطر محدش يضحك عليك. فانا طبعا اي حد يشرفني طبعا ان انا اخدم حضراتكم، عشان طبعا زي ما بقول لكم دايما في كل فيديوهاتي عملائنا هم شركاء نجاحنا، فاحنا بنخاف عليهم، عملاء الشركة عندنا بنخاف عليهم زيهم زينا بالظبط يعني. فبيبقى يهمنا ان انت تشتري المنتج ومحدش يضحك عليك ويديك مراتب مضروبه. فمفيش مشكله لاي حد يتواصل معايا في اي وقت لو بيستفسر عن اي منتج، او نوجهه على المكان المظبوط عشان خاطر في الاخر يشتري المنتج الصح. تحياتي لكم جميعا، ابراهيم الكاوي، دعمونا دايما بلايك وشير واشتراك في القناه. شكرا.